صباح الورد والفل عليكم يا أمارات. النهاردة الجمعة، ربنا يجعله يوم سعيد ونادي عليكم يا رب. اللي هتنضف واللي هتروح لحماتها واللي هتزور مامتها. أنا النهاردة عندي شوية تروقات كده في البيت، فمحتاجة شوية باور طاقة، فمفيش ألذ من السموزي بصراحة. صحي طبعا، تقدري تعملي دايت وتقدري تعملي مش دايت. لو دايت هيبقى بالسكر عادي. انتوا طبعا خلاص وصلتوا لمرحلة ان انتوا عارفين تفرقوا انه دايت ايه ومش دايت ايه. معايا هنا لبن دايت لايت، معايا زبادي لايت، معايا فراولات الجميلات دي، معايا موز، معايا هنا معلقتين شوفان، قرفة، جنزبيل، ومعايا سكر فركتوز او سكر الفواكه اللي انتوا عارفينه طبعا. هوريكوا حاجة، هو طبعا بيجي من السوبر ماركت في اكياس عادي، بس لو انتي خارجه بره البيت طبعا مش هتستعملي، مش هتمسكي برطمان في ايدك او كيس نص كيلو ولا كيلو. فانا بجيب منه باكت وبجيب منه سكر عادي. ده السكر البني، السكر الاسمر برضو ده بتاخديه منه بالليل لو احتاجتيه، لكن الفركتوز ده للصبح بس، وده برضو فركتوز بس بشكل مختلف، كانت عبوة تانية. يلا بينا نعمل سموزي مع بعض ونهاركو زي الفل بإذن الله. احنا كده خلاص عرفنا المكونات، هناخد 2 موز، انا بحب الموز كتير كتير كتير، وبيدي باور وفي نسبة بوتاسيوم و لذيذ يعني. انت عارفة يعني لو حتى ما حطيتيش سكر في السموزي او عسل، ما اعتقد ان الموز ده لوحده تحلية ممتازة جدا. معانا فارولاتي الجميلات المقلبزات، حطي الكمية اللي انت عاوزاها. معاكي 2 معلقة شوفان، انا طحناهم كده نص طحنة في الخلاط، وحوالي 1/2 معلقة قرفة ونص معلقة جنزبيل باودر، لان الجنزبيل اللي هو العادي ده ما لقيتش في الفريزر الصبح. 1 كوباية اللبن لايت، زبادي لايت، هجرب الأول أحط 2 باكت سكر، لو لقيته مش محلي كفاية هرجع أحط 1 تاني. هضربهم وارجع لكم. رجعت لكم يا امارات. انا ضربت المكونات مع بعض ودقتها، لقيت سكرها بالنسبه لي انا مقبول، فما زودتش سكر تاني. ريحه الفراوله مع الموز حلوه جدا جدا جدا، مع الشوفان طبعا هيشبعني جدا وهيديني طاقة ان انا اقوم اعمل حاجة البيت اللي انا عاوزة اعملها. ده الشكل النهائي للسموزي كوكتيل بتاعي. يلا نهاركم زي الفل يا رب، ويجعل ايامكم كلها خير وسعادة. باي باي.